20 مليون مصري ارهابيين والله العظيم. انت ارهابي والمدام ارهابيه، كلكم ارهابيين، كلكم ارهابيين. ليه؟ عشان خرجتوا وقلبتوا نظام الحب. وانت ارهابي عشان قلبتوا نظام الحب. يا اخواني بيضحكوا علينا، والله ضحكوا علينا، والله ضحكوا علينا. فبلاش بقى ما يضحكوش علينا دلوقتي ويستفزونا، ويجي جنب الاسلام كده في ودنه ويقول له خلي بالك من العلماني ده مظبط مع امريكا، والعيال راحوا فرنسا وخدوا وعملوا وعملوا. دول نازلين يذبحوكوا، دول عايزين يدخلوكوا السجون تاني. انا اسمع كده يا نهار ابيض، تدخلني السجن تاني بعد 15 سنه؟ ده انا حسني مبارك ما دخلنيش السجن غير بعد 7 سنين قتال، اخش لك كده بالراحه؟ ده انا هعمل فيك واسوي. لا، عايزين نرجع تاني يا جدعان لمطالب الثوره اللي ما اتحققتش. مطالب الثوره: محاكمات علنيه، عداله اجتماعيه، تطهير الشرطه، محاكمه العدل، محاكمه حسني مبارك بتهمه الخيانه العظمى. الخيانه العظمى ده لازم، انا مش بقول يتعدم، لا انا بقول محاكمه علنيه عادله. والله مش الراجل ده قليل عليه الاعدام، ده الراجل دوت عايز يتفحط له حفره كده في الميدان وكل واحد مصري يتف عليه، كل واحد مصري يتف عليه. هيعدم شنقا باتفاق، هيعدم شنقا باتفاق، اقسم بالله يا اخواني. لا مش هيغرس اتفاق لازق شويه، مش هيغرس، واخد بالك؟ الراجل ده يتخنق. احنا عايزينه، عايزينه محاكمه علنيه. والله ضحكوا علينا بشعارات ودستورات وانتخابات وقصص ملهاش، ضحكوا علينا. انت عارف اول مره ضحكوا علينا فين؟ الناس بيقولوا السياسيين النخبه، الناس اللي فاهمه بقى في السياسه والناس العباقره، بيقولوا اول مره ضحكوا علينا لما قالوا اعلان دستوري. لا انا عندي بقى اول مره ضحكوا علينا فين؟ كان في 10 مطالب هنا، واحنا كنا هنا في موقعة الجمل، ومننا اللي مات واللي عينه طارت واللي رجله اتقطعت، وكنا قاعدين هنا، وكان من مطالب الثوره اخراج السجناء السياسيين. ده هدف من اهداف الثوره. جم يوم 13 ولقينا اخواننا الليبراليين وغيرهم وغيرهم من الائتلافات، مش عايز اقول علمانيين لحسن كلمه علمانيين حد يزعل، راحوا ماشيين وقالوا احنا كده خلصنا الثوره. يا جدعان ما في سجناء سياسيين. قالوا بعدين يا جدعان بعدين، عدوا بقى، عدوها بقى عشان ما يقولوش دي ثوره ارهابيين. يا جدعان ده في عندنا 300 سجين يا جدعان وكده. قالوا لا، راحوا ماشيين. دي اول تفرقه، اول تفرقه في الثوره. ما حدش يضحك علينا، احنا مذاكرين تاريخ صح. دي اول تفرقه، ان هو يجي الثوار في الميدان وعايشين معاك وماتوا معاك وكانوا معاك. انا يا جدعان اقسم بالله العظيم انا كنت بتكسف اروح، بتكسف اروح اقول يا طب انا هروح واسيب الاخت اللي مؤاخذه في اللفظ يعني المتبرجه دي يخش يشويش ولا ظابط ولا حاجه يعملها. لا انا هقعد في الميدان، انا دافع عن المتبرجه دي. انا الشاب اللي ما بيصليش ده وبيشرب سجاير اروح انا انام في البيت واسيبه هو يتضرب ويموت؟ لا انا هقعد معاه. كنا حاسين بمشاعر كاننا في المدينه الفاضله. اقسم بالله العظيم انا كنت بشاعر ان الرجاله والحريم كلهم حاجه واحده، يا كلهم حاجه واحده كده، مفيش حاجه، مفيش حد بيبص غلط. انا كنت بعمل حوار مع اسس كتير واتكلم معاه ويتكلم معايا. اقول لكم حاجه غريبه، بيضحكوا علينا. ومن ضمن الحاجات اللي فرقوا بيها الثوره ولغايه دلوقتي بعض الثوار مطنشين، بعض الثوار وانا كلمت بعضهم في الميدان هنا ومطنشين موضوع الامن الوطني. يا اخوانا من ضمن مطالب الثوره، من ضمن مطالب الثوار امن الدوله كلاب الدوله. مش كانوا بيقولوا كده؟ مش كانوا بيقولوا امن الدوله كلاب الدوله؟ هم اللي بيقولوا، مش انا بقى اللي اتعذبت 15 سنه. قالوا امن الدوله كلاب الدوله. عايزين ايه يا ثوار؟ قالوا حل امن الدوله. راحوا بقى بتوع امن الدوله وبتوع فلول الوطني والجماعه الامريكيه والجماعه الاسرائيليه، قالوا عايزين نلعب لعبه حلوه. راحوا جايين في ودن الجماعه دول وقالوا لهم خلي بالكم ده التيار الاسلامي العفريت اللي طلع من الام، فلازم تخلوا له الامن الوطني، امن الدوله، بس احنا نحط عليه الامن الوطني عشان اول ما العيال دول يضايقوكوا نيجي ناخدهم. ياه، امال فين بقى امن الدوله كلاب الدوله؟ وتلاقي بعض الثوار، بعض الثوار يروح لبتوع امن الوطن ويقول له احنا هيكل، عايزين هيكل اختصاص. اختصاصات ايه؟ واحد واخد على التعذيب من ساعه ما اتولد، من ساعه ما اتولد، من هو عنده 17 سنه 18 سنه لغايه ما بقي لواء موجود. ليه انت مخليه ثوار؟ ليه مخلي؟ هو في ارهاب في البلد؟ طب انا اقول لكم، اجيب لكم دليل، دليل يقيني ان مفيش ارهاب في البلد. بصفتي كنت بيطلق عليا ارهابي سابق. احنا كنا شايلين سلاح في عهد مبارك على مبارك وامن الدوله والجيش وكله، كنا شايلين سلاح، وانا كنت تنظيم مسلح عشان ما اضحكش عليكم.
كنا شايلين سلاح وقت ما كانش حد قادر يتكلم كلمه، وتعذبنا قعدنا في السجون. والله العظيم انتوا زعلتوا كلكم وتاثرتوا وبكيتوا على وائل غنيم. انا ما بطعنش فيه، وائل غنيم ده راجل وطني وتمام، انا ما عارفش عنه حاجه وحشه ماشي، حد بيعرف انا ماليش دعوه، هو راجل وطني وراجل محترم. كلنا زعلنا وكل الناس زعلت على وائل غنيم، وانا نفسي اتاثرت لما وائل غنيم شد الغمايه وقعد يعمل عينيه كده. بقى لي 10 ايام ما شفتش النور، يا نهار ابيض. انا اعرف اخ قعد اربع سنين متغمي، ست اخوة اربع سنين متغميين. انا قعدت 15 سنة محبوس في زنزانة انفرادي، 15 سنة في زنزانة انفرادي، 10 سنين لا شفت لحمة ولا فراخ. ايه رأيكم بقى؟ والله العظيم ولا فاكهة ولا خضار، فول وعدس، فول وعدس ورز وثلاث ترغيفة. ومع ذلك اول ما خرجنا وراحت الثورة بقى قامت، والحمد لله المصريين انتصروا، جم الفلوس سايبين الايه الاقسام وسابوا السلاح، والسلاح بقى مع البلطجية، والسلاح ده كنا احنا لعبتنا بنشتغل بيه وبتاعنا. طب احنا لو غدارين، طب احنا لو وحشين، طب احنا لو بنكره البلد دي ما كناش خدنا السلاح وقتلنا امن الدولة، وما كناش ضربنا الشرطة، وما كناش ضربنا على الناس اللي كانت بتعين علينا بالسلاح وبالكلمة وبالفلوس. لا، تعرفين احنا عملنا ايه كاسلاميين؟ رحنا عملنا لجان شعبية وقفنا قدام الكنايس، البلد ما فيهاش حكومة لغاية دلوقتي. حد شاف عملية إرهابية يا مدام؟ بالله عليك سمعت عن عملية إرهابية من ساعة الثورة؟ يبقى الأمن الوطني موجود ليه؟ ويعملوا لنا امبابة. على فكرة أنا بقى من امبابة، في يوم الحادثة بتاعت امبابة عندنا كنيسة في المنطقة اسمها عزبة المفتي كده، حتة في الأحياء الشعبية اللي فوق الشعبية، اللي جوه الشعبية كمان، مجال الطفحة هناك والدنيا خربانة هناك. المشكلة بتاعت امبابة دخلت على القسيس ورحت مطلع قلت له أنا هقف لك، وأنا أنا حافظ لك على الكنيسة. ودخل الشباب جال اللي ماسكين سينج وماسكين عصيان عشان المسلمين ممكن يكون حد منهم اتقتل، فيشوف الشباب دي تكبر الفتنه الطائفيه. قال لي ازاي ده الكنيسه بتتحرق؟ قلت له يا عمي افرض الكنيسه بتتحرق، انت ايدك دي فيها كم صابع؟ قال لي 5 صوابع. قلت له فيها صابع بيتحرق، نسيب 4 يتحرقوا؟ قال لي لا. قلت له طب نعمل ايه؟ قال لي نعمل ايه؟ قلت له بقى نحافظ على المحروق ده. قلنا يلا يا عم خش يا عم. رحت داخل وقلت له على الكنيسه 2:30. فين الارهاب بقى؟ الامن الوطني ليه يا سوار؟ الامن الوطني موجود ليه؟ موجود عشان ضحك هو على دماغ طائفه من السياسيين، طائفه من الثوار في اطار التفريق. انا لما احس ان الراجل دوت الليبرالي الكويس مخبيل 2 ضباط امن دوله في جيبه، ما انا اخبيله 2 بقى عشان لما يطلع لي 2 ضباط امن دوله اقول لهم بخ. لا، فاحنا ضحكوا علينا بقى، احنا ضحكوا علينا، شقونا نصين. امريكا واسرائيل مش بتلعب، مفيش قوات بس في اجندات. انا مش بتهم فلان خاين ولا فلان خد 40 مليون، لا، انا بتهم الشعب المصري وبتهم نفسي بالغباء لو رفعنا شعارات خلافيه النهارده. شعارات خلافيه، حتى لو الشعارات دي صح، حتى لو الشعارات دي منطقيه، حتى لو الشعارات دي من وجهه النظر هي الخير، لكن اي خير هيفرق هو شر. اي خير هيفرق هو شر. انا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كل واحد بقى بيتكلم من منظور، واحد ليبرالي يقول لك فرويد وفلان كده، كل واحد براحته. انا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف على السيده عائشه، قال لها لولا ان عهد اهلي او قومي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه وقمتها على ايه؟ قواعد ابراهيم. ما مسألة حلال اهي وشرعية اهي ومنطقية اهي، بس هتفرق. النبي ما عملهاش. فانا بقول ان احنا لازم نبقى ايد واحدة، اللي هيفرقنا يبقى ده بيضحك علينا، الشعارات الخلافية في الجلسات الجانبية بعيد عن الشعب، بعيد عن المطالب اللي هتضيع. انا دلوقتي لما اجي واحد الاستاذ دوت بيطالب بدماء الشهداء ويقولوا القصاص الشهداء، انا اروح مادي له كتف كده واقول له انتخابات اولا بقى عشان الاستفتاء 77%، يبقى انا كده بضحك عليه، بضحك على الشعب. انا مش عايز انتخابات كده، انا عايز فتنه، ده انا عايز اضيع دماء الشهداء. فاحنا الاول ننفذ الطلبات المتفق عليها وبعد كده نختلف.
كل واحد يعمل له جمعة على مزاجه، كل واحد يدعو المليونية على مزاجه، لكن احنا هنا عشان نبقى ايد واحدة، احنا هنا عشان متفقين على مطالب محددة. انا شايف، انا مش بطعم في نية حد ولا بقول عليه وحش ولا بقول عليه عميل ولا لا، انا بقول هو كده مش بيخدم بلده من وجهة نظري. انا عشان اخدم بلدي لازم نبقى ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة. كنت عايز تتكلم؟ ما تسألش.